هننقل بقى الترتيب الاحداثي اللي جاي قوي. من اول محاضره خدنا الانترودكشن وفيزيولوجي وفانكشن ليفر، وبعدين اتكلمنا على الليفر فانكشن بنعملها لكل الناس، وبعدين اتكلمنا عن الاكيوت هيباتايتس، ومنها دخلنا على الكورونيك هيباتايتس، والكورونيك هيباتايتس دي ممكن تؤدي الى سيروزس، وقلنا في السيروزس كلمتين مهمين جدا. إذا كان السيروز ده دي كومبنسيتد فأهم حاجتين ممكن يحصلوا هما ليفر سيل فيلير وبورتال هايبرتنشن. فبديهي جدا بقى إن أنا بعد ما قلت السيروز ده أدخل على عنوان اسمه ليفر سيل فيلير. ليفر سيل فيلير طبعا كسؤال نظري مهم، كدرس عملي أظن الناس اللي اشتغلوا بمطمع عمل خاصة عن البنات يعني اكتر حالات يمكن على الاطلاق شافوها هي حالات ليفر سيل فيلير ولا ايه؟ يعني فبالتالي الدرس ده مشترك هيتقال النهارده في النظري وهنيجي في العملي تاني وهناخد فكره برضه تاني يعني هناخده تاني في العملي. هو درس ما يتسابش باي حال من الاحوال. حتى والله غير نظري وعملي يا دكتور حتى في حياتك يعني احنا في مصر يعني ليفر سيل فيلير كتير فلازم تبقى عارف هنا كل كلمه وكل ميكانيزم لازم تبقى عارف. واحنا ناخد بشيء من الديتيلز والتفاصيل شويه. على غرار كده الهارت فيلر، لما كنا بنقول هارت فيلر يعني القلب مش قادر يقوم بالوظيفه بتاعته، مش عارف يدي كاردياك او بوت سفشنت فور تيشو ريكوايرمنت. طب يعني ايه ليفر سيل فيلر؟ من ابيليتي اوف ليفر تو مينتين نورمال فانكشن. نورمال فانكشن من ناحيه حاجتين مهمتين، از ريجارد سينثيتك فانكشن اند ميتابوليك فانكشن. أنا مش عارفة تعمل لا سينثيتك فانكشن ولا ميتابوليك فانكشن، يعني الليفر فاشل في الوظيفة بتاعته، inability of liver to maintain its synthetic function and metabolic function as in normal physiology، دي كلمة اسمها ليفر سيل فيلير. العنوان اللي بعد كده عنوان تافه من وجهة نظري، اسمه causes of liver cell failure، اقرأوا الكتاب وكل واحد يقول لي سبب. لما أجي أقول لك ما أسباب اللي يقعد يحفظ أسباب يسأل، أنا مش كاتب كل الأسباب. اللي يقعد يحفظ اسباب يبقى طالب فاشل وعبيط في وقت صعب. هذا انت ممكن تقعد تالف اسباب. تقعد تالف ولا حاجه؟ ولا حاجه؟ مين حافظ اسباب السيروز؟ حطها كلها. تعمل ولا ما تعملش؟ صح؟ طب ما دي نفتح المجال يلا. يلا حد كده يقول لنا حاجه. هنقول انفكشن. وين؟ انفكشن سواء فايرال او بكتيريال او اي حاجه، اي انفكشن انا ممكن انفكشن فايرال انفكشن سواء كان هيباتوتروب هيباتايتس فايروس او زيتوميجالو او هبشتاين بار، الحاجات دي تعمل. ها ممكن كمان ها ممكن كيميكال كحوليات او توكسن، ممكن ادويه، ها ممكن ايه؟ ميتابوليك بالهارت يا لا معترض طبعا. زميلكم بيقول بالهارديز وزعلني بيقول بالهارديز مش موافق طبعا مش موافق يعني. انا اقول لك بالهارديز ما تعملش ايه؟ ما تعملش ليفر سيل فيلير. في حاجه اسمها ريس سندروم وعايز اسمعها منكم يا بنوك الاطفال. انا فهمت انا ايه؟ حد يتكلم ها هبا هبا دي بدي افهم ما حدش يتكلم. يلا يا اسماعيل قول. يعني هو الطفل عنده ايه اللي حصل بقى؟ ريس سندروم. ايه بقى ريس سندروم؟ ايوه اكتبوا جنبها بقى، اكتبوا جنب كلمه ريس سندروم. هنكتب شايفينها ولا لا؟ لو هنكتب جنبها swelling of brain، swelling of brain and the liver، swelling of brain and the liver on ingestion of aspirin in a child with flu. طفل كان عنده برد وسخونيه وادوا له اسبرين دخل فيه هيبات توكسيستي ودخل فيه برين اديما، دي اسمها وصفها طبعا ريس سندروم. ماشي يا جماعه. طبعا المالجنسز، واحد مثلا عنده ميتاستاسز وراحت كتير للليفر، واحد عنده اميليك ليفر اكشن منتشر في كذا مكان، دي كلها حاجات ربما تؤدي الى ليفر كانسير. في حاجات قلنا اي حد عنده برولونجد اوبستراكتيف جولدس، كل اسباب الاوبستراكتيف جولدس لو طولت تؤدي الى سيروزس، والسيروزس بطبيعه الحال يؤدي الى ليفر سيل فيلير. في مشاكل احيانا في الانزيمز هنتكلم عليها، دول اخر حاجه يمكن او اخر حاجتين قدامك. هنتكلم على شويه حاجات هنا ريليتد للانزيمز المسؤوله عن الكونجيوجيشن، هنقولها بالتفصيل مع الاوبستراكتيف جولدس. يعني بصراحه الحته دي
احفظ منها قدر الامكان اسباب. واصلا لو انا فيها دول ليفر سيل فيلير في مصر لازم تقول لي اول كلمه ها بوست هيباتيتكس سيروز مش عايزه كلام، لكن احفظ اسباب قدر الامكان.